النهارده دي احد فعاليات الاطباء في احد المشاكل الرئيسيه اللي بتكرر كل سنه، والسنه دي الامور أسوأ في ظل الاداره الحاليه لوزاره الصحه، وهو موضوع توزيع التكليف. توزيع التكليف فيه فساد كبير، لان بيحصل فيه رشاوي محسوبيه. في ناس كتير مقدمين لنا يعني شكاوي، لان في ناس طالبه منهم فلوس عشان يروحوا التامين الصحي والمؤسسه العلاجيه. كان كل سنه التوزيع بيحصل مركزي على المحافظات، على الادارات المحليه، على الادارات الصحيه. النهارده وزاره الصحه عايزه توزع الناس الاول محافظات والمديريات الصحيه في المحافظات، عشان طبعا يخش الكوسة والفساد والفلوس وكلام. توزع النيابات، لا تعلن النيابات كويسه لما بيتمش اعلانها في التامين الصحي والمؤسسه العلاجيه، وبتحفظ على جنب عشان الوسايط. كل الكلام ده بيؤدي الى فساد في النهايه. الناس الاطباء الكويسين بيحبطوا، لا بياخدوا دراسات عليا وبيروحوا في الريف، ما يعني مش كل الناس بتاخد حقها. المطالب بسيطه جدا جدا، ان توزيع الاطباء يكون بالدرجات اللي خدوها في البكالوريوس على الادارات الصحيه، ويستحسن الوحدات الصحيه. المشكله الثانيه ان الوزاره السنه دي لغت كل القرارات اللي كانت بتميز الوحدات النائيه، فالاطباء مش عايزين يروحوا يشتغلوا. ايه اللي يخليه واحد يروح يشتغل في سينا بكل ما فيها من مخاطر وياخد 1000 جنيه في الشهر ومفيش ميزه؟ لازم يكون في عقل عشان خاطر نوصل الخدمه الصحيه للمناطق النائيه ان هي تكون مميزه عشان نجذب الاطباء. المشكله الثالثه ان في القانون الجديد اللي هو اللي احنا محتاجين عليه، قانون 14 سنه 2014، ما بيصرفوش حاجز الاغتراب الا للاطباء المغتربين في المحافظه. يعني انا النهارده لو انا دكتور اصلي من البحر الاحمر او من مرسى مطروح وجيت اتعلمت في القاهره او الاسكندريه وعايز ارجع اشتغل في بلدي، ما يدونيش مرتب كويس، بيدوا للي هو اصله كان ساكن في القاهره، فالناس ما بقتش ترجع. فكل ده مشاكل تؤدي الى انهيار النظام الصحي. دي تالت وقفه احتجاجيه، والنهارده الناس بتتكلم في اعتصام بسبب هذا الموضوع، لان هم حصل اتفاق، النقابه راعت اتفاق بين الاطباء وبين وزاره الصحه، ووزاره الصحه كالعاده تراجعت عن كل الاتفاقات.